اسم المشروع حوار 101، هو مشروع نسوي فيه ورشات عمل، نعطي فيها مهارات اتصال ونعزز فكرة الحوار عند طلاب المرحلة الثانوية. اللي خلاني أفكر في هيك مشروع، أولاً أنا بدرس في مدرسة ثانوية وبشوف الفراغ الكبير اللي عند الطلاب، وغير هيك لما يطلعوا على الجامعة الفراغ أنا في وجهة نظري هو اللي أدى إلى العنف الجامعي اللي صار. الفئة اللي راح أستهدفها معاي بالمشروع هي طلاب المرحلة الثانوية اللي خلصوا توجيهي وطلعين على الجامعة، معاهم فترة 3 شهور قبل ما يدخلوا الجامعة، فهاي الفترة اللي راح أكون معهم فيها. اللي تخطيته لحد الآن في المشروع 4 ورشات عمل في المدرسة أنا بشتغل فيها، استهدفت فيها 60 طالب ومهدين لبرنامج في مدرسة ثانوية، بس بعد ما تخلص امتحانات الوزارة عندهم راح نبلش البرنامج.